كان مدير شؤون النزلاء الرائد مصر محمد استخدم القسوة والصواعق وكان على وشك ضربنا. هل هذا في قانون دولة الإمارات؟ هل لأننا مساجين لا نملك كرامة وأي شرف؟ هل الدولة ورئيس الدولة أعطى الرائد صلاحيات؟ النزيلة المغربية مسكت تدرس بالرائد وتترجاها أن يساعدها في مقابلة الدكتورة النفسية وتسألها أين العفو؟ ركلها وقال أمثال شمالهم عفو.